معانا احمد مشعل، عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. احمد صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. يعني يمكن كمان تنسيقيه شباب الاحزاب عندها غرفه عمليات بتتابع من خلالها سير العمليه الانتخابيه، اهم الملاحظات واهم ما تم رصده في اليوم الاول من انتخابات مجلس الشيوخ 2020. الحمد لله العمليه الانتخابيه صارت بشكل منتظم جدا من حيث مواعيد الفتح والاغلاق واللجان وعدم وجود اي مخالفات وعدم ونسب محترمه جدا من الانضباط جوه اللجان، ومفيش حتى كمان الا حاجات لا تذكر يعني في لا هي الهيئه العليا للانتخابات نفسها قالت ان هي لم ترصد اي خروقات او اي صعوبات في مختلف اللجان على مستوى الجمهوريه. والشاهد الاكبر للمتابعه امبارح تطبيق كامل الاجراءات الاحترازيه سواء من القائمين على العمليه الانتخابيه او من المنظمين او من الساده المواطنين اللي بيدلوا باصواتهم في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، ارتداء الفيس ماسك او استخدام المطهرات، وان كل واحد فعلا كان حريص على انه يروح بقلم وهو ما ياخدش قلم حد تاني منعا لانتقال العدوى. ودي من الحاجات اللي احنا فعلا بنشيد بيها، ودي اللي بتحافظ على الجهود اللي تمت الفتره اللي فاتت سواء من المواطنين او من الحكومه في الحد من انتشار فيروس كورونا. يعني نقدر نقول الحمد لله ان احنا نجحنا، ان احنا مصر في ظروف جائحه كورونا نجحت انها تطبق وتقوم بعمليه انتخابيه كبيره على مستوى الجمهوريه، ونخرج منها كمان احسن في مواجهه الفيروس، في حين ان في دول كتير جدا كانت بتحاول انها تأجل أي استحقاقات انتخابية أو دستورية حواليها. يعني زي ما أنت قلت يا أحمد، ربما بتأتي هذه الانتخابات في ظل فترة شديدة الخصوصية، وهي انتشار فيروس كورونا الذي يعني يلقي بظلاله على كل دول العالم. شايف أنه إزاي أثرت على سير العملية الانتخابية منذ بداية الدعاية الانتخابية حتى تصويت الناخبين في صناديق وأمام أيضا اللجان؟ إزاي أثرت يعني فيروس كورونا، هذه الجائحة أثرت إزاي على الانتخابات؟ أنا شايف إن جائحة كورونا ما أثرتش بالسلب على سير العملية الانتخابية من بداية الدعاية لحد إتمام عملية التصويت بكرة إن شاء الله. بالعكس، لا، في العديد من التجارب الإيجابية اللي أظهرت القدرة على الإدارة والتنظيم في مختلف الظروف وتحديات مختلفة، واللي ممكن منها تجارب تستمر بعد كده بعد جائحة كورونا بإذن الله لما تنقضي. احنا اكتشفنا ان احنا نقدر نعمل مؤتمرات جماهيرية بتكاليف قليلة جدا على السوشيال ميديا. دي احنا يمكن استحدثنا، يعني قمنا بابتكار وسائل جديدة للتواصل مع الناخب اللي كانت البث المباشر. التصويت بالبريد في الخارج ده سهل كتير على المصريين الغير مقيمين في العواصم جنب جوار السفارات والقنصليات ان هم يدلوا بصوتهم وان هم يشاركوا في العملية السياسية ويمارسوا حقهم السياسي. ففي تجارب جديدة كتير جدا ايجابية اتمنى انها وان شاء الله تستمر. دايما مع التحديات بتظهر حاجات جديده نقدر نستفيد منها دايما. من خلال يعني غرفه العمليات والمتابعه المستمره لسير العمليه الانتخابيه في اليوم الاول، مدى اقبال المواطنين في مختلف المحافظات، ولو عندكم نسب ممكن يعني تعتمد، والفئات العمريه، ويعني لو في اي معلومات ممكن ناخدها من حضرتك تابعتوها من خلال غرف العمليات. المشاركة نقدر نقول امبارح كانت جيدة، ومن المتوقع دايما بالخبرات السابقة ان اخر يوم اخر 3 ساعات في الانتخابات هي اللي بتشهد الاقبال الاكبر، وان شاء الله ما يبقاش في تزاحم، يبقى علشان برضه تطبيق الاجراءات الاحترازية، ولكن في مشاركة ملحوظة من السيدات والشباب كالعادة. كالعادة. ايوه، ظاهرة ايجابية جدا 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 يعني. المرأة المصرية دايما بتضرب أروع الأمثلة، يعني قدوة بيحتذى بيها في المشاركة الفعالة، وده مش جديد عليها. ولكن خلينا نقول أنه إحنا كمان شفنا كبار سن دايما بيكونوا موجودين في الساعات الأولى من صباح اليوم أو من بداية فتح اللجان، شفنا كمان ذوي القدرات الخاصة. أبهاتنا وأخواتنا الكبار هم دايما الأساس بأي عملية انتخابية، هم دايما اللي بنعول عليهم، وهم دايما فعلا اللي بيسبقين مع الساعات الأولى،
احنا لو بنتكلم عن اي مشاركات ثانيه بنكون بيبقى بنبني فوق ابهاتنا واخواتنا الكبار. طيب احمد، يعني خليني اقول لك انه هناك فرق كبير ما بين الغرفة الأولى والثانية، ما بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، يعني ده ليه اختصاصات وده ليه اختصاصات، ولكن هل احنا حتى الآن بنحاول ان احنا نتواصل مع المواطن المصري؟ هل هو عارف او مدرك الفرق ما بين اختصاصات الاثنين؟ هل في لسه توعية للمواطن اللي لسه ما نزلش نوعيه ونقول له أهمية ان هو يقوم بالإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ؟ يعني هل هو عارف الفرق وعارف أهميتها وكل التفاصيل عنها؟ احنا اي استفسار بنتلقاه لحد النهارده وبنجاوب عليه بكل شفافيه، وبنحاول فعلا نوضح لكل الساده المواطنين اهميه الدور لمجلس الشيوخ واهميه ان هو يمارس حقه الانتخابي السياسي، لان ده حقه وحق الوطن عليه وواجبه. في طبعا بعض الاسئله بتيجي فيما يتعلق بمجلس الشيوخ، ايه اهم اختصاصاته ليه؟ وبنجاوب عليها بمنتهى الشفافيه بما نص عليه الدستور والقانون، ان هذا الغرفه الثانيه من هدفها تحسين جوده القوانين والاسراع بيها، وده بالطبع بيأثر بالايجاب على حياه المواطن باذن الله. باذن الله. احمد مشعل، عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، شكرا ليك على المشاركه.